أرخص. فيصل خلينا نتكلم عن الأسعار الآن هناك. هل الأسعار الآيفون 16 وكل اللي معاه يعني هذا في هذا الإصدار، هل هي في متناول الجميع؟ هل هي مقارنة بالسابق أغلى أرخص؟ كيف الأسعار؟ جميل جدا السؤال. الحين تكلمنا عن الأسعار، فبعض الأجهزة نعم كان في ارتفاع بسيط طفيف في نفس السعر. فلو تكلمنا مثلا على الأيربودز 4 الجديدة فهي تبدأ من 549 درهم. تكلمنا أيضا عن موضوع الماكس برضو سماعات زي ما هي بال 2099 درهم، وهكذا في الأسعار. فنعرف أنه هذه الأسعار تعكس وضع السوق اللي موجود. الحين شيء جميل أنه ربط السعر بالكفاءة والخصائص اللي يحتاجها المستخدم، شيء جميل صار من ناحية الاستفتاء. أحس إنه في تلاميذ كثير موجودة لي من خلال الإجابات اللي جت، اللي قاعد كل واحد يحط الأشياء اللي يحتاجها، فشيء كويس. نعم. وبصراحة السوق نوعا ما في تشبع من ناحية الخصائص وأساس أو العتاد، وعشان كذا قاعدين نتجه للسوفتوير، يكون إنه في خصائص إضافية تغري الناس في شراء الأجهزة زي الذكاء الاصطناعي حاليا.